أسعد الله أوقاتكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية. نهار اليوم سادت أجواء غير مستقرة في عموم المنطقة الوسطى من المملكة نتيجة لحالة من عدم استقرار جوي، هطلت زخات متفرقة من الأمطار، أيضا هطلت زخات متفرقة من الأمطار فوق المنطقة الجنوبية الغربية، فيما ساد الطقس مستقر في باقي المناطق. المحاور الرئيسية التي سنستعرضها في هذه النشرة ستكون حول حالة عدم الاستقرار الجوي التي ستتأثر بها المنطقة الوسطى والجنوبية الغربية وأيضا على العاصمة الرياض، حيث تكون الفرص مهيئة لهطول زخات من الأمطار في العاصمة الرياض وأيضا زخات من الأمطار متوقعة في العديد من المناطق الأخرى سنستعرضها خلال هذه النشرة. صور الأقمار الصناعية الملتقطة خلال ساعات صباح اليوم توضح انتشار لكميات من الغيوم العالية بدون فعالية فوق المنطقة الشمالية، بينما انتشرت كميات من الغيوم المتوسطة هنا فوق المنطقة الوسطى تحديدا فوق منطقة القصيم شمال الرياض وأجزاء من منطقة حائل، هي ناتجة عن حالة من عدم استقرار جوي حيث عطلت زخات من الأمطار كانت خفيفة بالمجمل تخللها بعض البؤر متوسطة الغزارة. أيضا انتشرت كمية من الغيوم المتوسطة الارتفاع تخللها أيضا بعض الغيوم الركامية الرعدية فوق المنطقة الجنوبية الغربية. نستعرض الآن وإياكم خرائط توزيع الأمطار المتوقعة من نهار اليوم وحتى يوم السبت، حيث تبدأ المملكة كما ذكرنا تتأثر بحالة من عدم استقرار جوي تحديدا المنطقة الوسطى حائل القصيم والرياض خلال ساعات نهار اليوم الخميس، أيضا بالتزامن مع وجود حالة أخرى من عدم استقرار جوي فوق المنطقة الجنوبية الغربية. خلال ساعات ليل الخميس على الجمعة تشتد حالة عدم استقرار الجوي فوق منطقة القصيم وأيضا شمال منطقة الرياض، حيث تكون الأمطار نوعا ما غزيرة، بعض البؤر الغزيرة التي تعمل على ارتفاع منسوب المياه وأيضا جريان الأودية. تستمر حالة عدم استقرار الجوي خلال هذه الليلة أيضا فوق المنطقة الجنوبية الغربية، قد تمتد فرص الأمطار بشكل محدود نحو مدينة جدة. خلال ساعات الصباح الباكر من يوم الجمعة تشمل فرصة الأمطار العاصمة الرياض، حيث تكون الفرصة مهيئة لهطول زخات من الأمطار تكون خفيفة الشدة بالمجمل تغزر أحيانا في بعض الأوقات. تستمر أيضا حالة عدم استقرار جوي فوق المنطقة الجنوبية الغربية، تهطل زخات من الأمطار في عموم السواحل الجنوبية الغربية، سواحل جازان، سواحل عسير وسواحل منطقة جدة، وأيضا قد تشمل مدينة جدة لكن بشكل محدود وخفيف. خلال ساعات نهار يوم الجمعة وخلال ساعات مساء يوم الجمعة تتراجع حالة عدم استقرار الجوي، يرتفع الضغط الجوي فوق المنطقة الوسطى كما ذكرنا، تتراجع فرص الأمطار أو تخف حدتها وتقل مساحتها بالتزامن مع استمرار للحالة من عدم استقرار الجوي فوق المنطقة الجنوبية الغربية، لكن تتركز فوق المرتفعات الجبلية العالية. خلال يوم السبت بإذن الله تعود الأجواء للاستقرار بشكل كامل فوق المنطقة الوسطى والشرقية، فيما تستمر فرص زخات الأمطار في المنطقة الجنوبية الغربية بما فيها المناطق الساحلية. نذهب الآن وإياكم لخرائط أو لتوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة، حيث تكون الفرصة مهيئة لهطول زخات من الأمطار، 11 درجة مئوية كحرارة دنيا، الملموسة 11، رطوبة مرتفعة والرياح تكون جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة. التوقعات الجوية للعاصمة الرياض خلال 3 أيام القادمة يوم الجمعة 15 إلى 9 درجات مع فرصة لهطول زخات من الأمطار خلال ساعات النهار. يوم السبت يعود الطقس للاستقرار، ترتفع درجات الحرارة 18 درجة مئوية الصغرى 10 درجات، أما يوم الأحد 18 كحرارة عظمى، أما الصغرى 9 درجات مع طقس غائم جزئي. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.